السلام عليكم. محاضرتنا لهذا اليوم اللي هي راح ادرسكم ان شاء الله مثل السمستر الاول راح ادرسكم الستاتيك او الميكانيكس انجينيرنج ميكانيكس. محاضرتنا لهذا اليوم راح تكون عن اول شيء عن الجنرال برينسيبلز اللي هي المبادئ او الاشياء او الخطوط العامه للانجينيرنج ميكانيكس او الستاتيكس. راح اشير معاكم هسه فيديو راح اشير معاكم هسه برزنتيشن. ممكن تشوفون البرزنتيشن ايضا عندكم. General principle in المحاضرة الأولى. Mechanics is a physical science which studies the effect of force on subjects. هي أولا physics science هو علم فيزيائي يدرس تأثير إيش؟ تأثير القوة أو القوى على الأوبجيكتس على الأشياء أو الأجسام أو الأبنية أو الممبرز أو الإليمنتس مهما كان. It's divided to three parts. ينقسم هذا العنوان تحدث ثلاث مسميات رئيسية. أولا الميكانيكس اوف ريجيد بوديز. الميكانيكس ترى الصورة ماكو. بلى إذا ترجع خلف راح تشوفه موجود. أكو عندي صورتين ساعة تطلع. ثلث كم ما تشوفون الصورة؟ يعني لازم ترجع خلف حتى تشوفه. بس واحد ثاني ما تطلع. واضحة هسه طلعت عندك اللي اعترض اللي قال ما عندي مشكلة. اي دكتور شاف اوكي لازم ترجع. طلع نعم. So what's the mechanics? Mechanics إذا حكينا عنه ينقسم إلى ثلاث أجزاء أساسية. الجزء الأول اللي هو the mechanics of rigid bodies اللي هو ميكانيك الأجسام الصلبة. إيش مقصود بالأجسام الصلبة؟ الأجسام الصلبة اللي ما نتوقع حصول أي تشوهات فيها نتيجة تأثير نقل هذه الأحمال. يعني إذا عندي حمل أنا لازم ينقله هذا المنبر أو هذا العضو أو هذا البيم أو هذا العمود ينقله بدون أن يحصل فيه إيش أي تشوه. يعني مثل عندي لو عندي طاولة أنا طلعت على الطاولة هاي الطاولة راح تنقل الحمل مالتي مباشرة إلى الأرض من غير ما يصير بها أي تشوهات داخل العمود مال الطاولة أو داخل سطح الطاولة أو ما شابه. Mechanics of deformed bodies يعني أجنو بالشكل المشوه لأنه هذا الشكل من يتشوه راح إيش راح توزيع القوة راح إيش راح يختلف في هذا البادي في هذا المشهد. وMechanics of fluid اللي هو ميكانيك المواية وهذا الشيء أساسي نحن نأخذه بالسجود وهذا أيضا علم آخر مختلف. نحن راح نتعامل في هذا الفصل مع الفقرة الأولى اللي هي إيه هذه اللي هي مع هنتعامل فقط مع ميكانيكس اوف ريجيد بوديز اللي هو مع الأجسام الصلبة فقط. هناك نوعين من القوة تذكرون عملوا الفصل الأول أخذناه قوتين. شوف إذا شفنا هذا الأطفال اثنين نوع القوة اللي عيسلطوها على هذا الجدار أو على هذا الأوبجكت اللي عيحرفونه نوعين من القوة. شوف إذا شفنا هذا الطفل أشياء عيسلط قوة بهالشكل السهم راح يكون بهالشكل اللي هو هذا قوة إيش كومبريشن همون سي كومبريشن ضغط. بينما شوف الثاني الطفل الثاني إيش عيعمل عيسلط قوة سحب تنشن يصير راح أحط السهم بهالاتجاه ما صحيح أحطه بهالاتجاه لأنه هذا خارج لازم يكون خارج منه لازم يكون السهم بهذا الاتجاه وهذا يكون ايش تنشن. هذا عيسلط قوة شد هذا عيسلط قوة ضغط. فإذا السهم او رأس السهم يكون هو يعرف لي نوع ايش نوع القوة المسلطة. اذا كان رأس السهم مسلط على الشكل او على الجسم او على المنبر رأس السهم فهذا كومبريشن
إذا يكون خارج من عمق السهم فهذا يكون قوة تنشن أو قوة سحب علينا. الشغلة الثانية هوني فاتني أقلكم علينا، هل ممكن بالعكس إنه هذا الطفل يسلط قوة كومبريشن هوني؟ يعني ممكن هذا الكيبل يتحمل هالشكل قوة ضغط؟ أحد يتفق يجاوبني يا شباب؟ لا دكتور ما ممكن. ليش؟ لأن الكيبل راح يصير بينه إيش؟ راح يصير بينه باكلينج فورس، راح يصير بينه باكلينج، راح يصير ينحني، ما راح إيش؟ أيضاً شوف نوع آخر من القوة اللي هو دايركت أبلاي فورس، اللي هو دايركت بصورة مباشرة أنا أسلط اللود على المنشأ، أسلطه بصورة مباشرة مثل ما موجود عليك تشوفون هذا كومبريشن، مثل ما هذا الشخص الأول يضغط كومبريشن أو إيش يسحب الباب كإيش كتنشن، فمن تفشى علامة مكتوب عليه إنه اسحب معناته أنت إيش تحتاج، تحتاج صلت قوة شد على الباب، وإذا مكتوب على الباب ادفع راح تصلت قوة ضغط، لازم تعرف الفرق. وأيضا أكو قوة أخرى يسموها إيش قوة indirect force اللي هو غير مباشر مثل ما موجود هون قدامك. الغير مباشر أشنو؟ إنك ما تمسك الشكل بس لازم تصل المستهدف مالته بدون وسيلة، يعني بدون لمس مباشر راح تصلوا علينا بدون لمس مباشر مثل ما موجود هون. أيضا لو أخذنا القوة الفورسز قلنا all force have a size and direction، أول شيء لازم عندي إيش حجم، size حجم direction اتجاه، هل اتجاه القوة أم باتجاه الآخر، compression ولا tension، ينجمع ولا ينطرح، والحجم مالته كميته size مالته كميته إذا كانت كبيرة أو قليلة. النقطة الثانية المهمة بها unit وحدة، لو حتى طلعت لي القوة صحيحة وحدتها مو صحيحة فأنت بهالحالة يعني عملت underestimate بهاي القوة، فوحدة القوة راح تكون أدنى بالنيوتن بالإس آي يونت، دائما راح نستخدم وحدة اليونت، وإذا كان بالآلاف نستخدم وحدة إيش كيلو نيوتن، والكيلو نيوتن أشغل يساوينا يساوينا ألف نيوتن. So what's other forces that acting to the system؟ إذا أخذنا مثال بسيط مثل هذا المثال تشوفونه سعداً، لو عندي 5 نيوتن بهالاتجاه قوة وأيضاً قوة باتجاه نفس الاتجاه أيضاً 5 نيوتن، المحصلة مالتها مش راح يكون، راح يكون 10 نيوتن واتجاهه بهالاتجاه، بس لاحظ السهم راح يكون ضعف سهم هذول السهم. يعني أنا أريدك تفهم إنه القوة اللي هو إيش ماجنتيود أو اللي هو كمية، هاي الكمية لازم تكون معلومة المقدار، والتمثيل ما يبدأ يكون تمثيل صحيح، يعني ما يصير أخلي سهم صغير جواته أقول هذا 10 هذا السهم نفس طول هذا السهم، لا لازم هذا السهم شو يكون أطول حتى إيش حتى يمثل إنه حاصل محصلة قوتين كل وحدة منهم 5 نيوتن. طيب لو كان القوة بهالاتجاه هذه عندي 5 نيوتن بهالاتجاه وعندي 5 نيوتن ناقص بهالاتجاه، فكان عندي أنا على ضغط 5 وعلى اسحب 5 بالاتجاه الآخر ما ينسى، فالمجموع 10 راح يصير عندي مجموع راح يصير عندي 0 بالاتجاه اللي هو دور كبير على المحصلة. هذا ال essential basic terms to be understood، هاي الشغلات الأساسية اللي لازم تفهمها اللي هي basic terms، هي statics deal with the equilibrium of rigid bodies، يتعامل مع خصائص rigid bodies. الطلاب يجون متأخرين. Statics deal with the equilibrium of rigid bodies at rest اللي هي في حالة السكون. Rigid bodies
ما المقصود بالريجيد بودي؟ The relative movements between the parts are negligible. أشبه الإيش؟ الحركة البينية بين الأجزاء هذا المنشأ راح يكون إيش؟ تقريبا معدوم أو مهملة لا تؤخذ بنظر الاعتبار. بينما الداينامكس ديل الداينامكس الحركية يكون deal with the rigid bodies in motion في حالة الحركة. الأطوال length الطول applied to the linear dimensions of the straight line or curved line. So area الأريه المساحة أيضا شيء مهم. So the two dimensional size or shape or a surface. The volume الحجوم three dimensional size. In space, occupied by the object, substance. The mass عندك أو الكتلة, the amount of matter in a body. هاي الكتلة ال body هذه مهمة جدا. ليش؟ لأن من الكتلة أنا ممكن أحولها إلى إيش؟ إلى قوة. إذا ضربت الكتلة بالتعجيل يتحول إلى force. ممكن أتعامل مع هذا force على إنه قوة تؤثر على هذا المنشأ, وبالتالي نحصل على ردود أفعال, ونحصل على تشوهات احتمال, أو نحصل على قوة داخلية داخل المنبس. الويت الوزن الوزن the force which with which a body is attracted towards the center of the earth. دائما يكون الوزن وين مركز الاتجاه مركز الأرض. ليش؟ لأنه يكون الشاقر مباشرة. والparticles أو الجزيئات is a body of negligible dimensions اللي هو وزنه تقريبا إيش راح يكون معدوم أو dimensions مالته راح يكون negligible. ثلاث شغلات fundamentals quantities in mechanics, شغلات أساسية أربعة مهمة في الميكانيك, الماس والطول والtime والforce. راح نتعامل مع الماس إيش نقصد بينه, الطول لازم تعرفوا على كيفه, التايم مهم والفورس مهم. The two different system of units دائما تتذكرون عملوا الفصل الأول أخذناه, ودائما كنا نأخذ إيش, كنا نأخذ نوعين, إما US وبريتش سيستم اللي هو length بالفوت, time بالسكند, الفورس بالباوند, أو يكون international standard SI unit length بالمتر, التايم يكون بالسكند والفورس يكون بالنيوتن. نحن راح نستخدم هذا الأخير. طبعا الماس الكيلوغرام راح نمزده بكي كيجي, والطول راح متر ومشتقات المتر طبعا ملي متر سنتيمتر كيلو متر اذا كان مسافات طويله. التايم دائما يكون سكند, والتايم من يكبر كثير راح يكون ايش عندي, يكون عندي بالساعات. الفورس ايضا راح يكون وحدته نيوتن اذا كان وحداته كمياته قليله, بس اذا كانت كبيره راح تكون وحداته ايش كيلو نيوتن اللي هو 1000 نيوتن. وحدات الاس اي يونت نحن طبعا راح نتعامل في الغالب بالامتحانات مع هذه الوحدات, بس ايضا ممكن نتعامل مع هذه الوحدات اللي هي الامريكان ستاندردز اللي هي سلاج اذا كان بالماس, والفوت اف تي هذا رقم مالته, والسكند اللي هو سكند حاله حالنا هذا بالضبط, والباوند الاي بي. واذا كانت الوحدات كبيره بالباوند راح تكون ايش كيب يسمونه اللي هو الف باوند راح يساوي لنا واحد كيب. طبعا ايضا هذا يقول لك شنو الفرق بين الاس اي يونت والايش والماتريك يونت, وكيف ممكن تحول من وحده الى وحده اخرى ممكن تحولها. مثلا خلينا نقول الوحدات اللي أخذناها, خلينا نقول الوحدات هذه مثل ما قلنا البيسك يونت مالتهم بالمتر أو بالإنج يكون إذا كان يسالي إذا كان يو اس أو اف بي اس سيستم. الشباب اللي جوا متأخرين بس خلي يكتبون كم حتى الغيابات مالتهم تسجل. اليوم كان يوم طويل عندكم, انتم قعدتم محاضرتين قبل هذه, الاسبوع الجاي ان شاء الله يتغير.
شوي يكون أحسن. طبعا أيضا ممكن تحول الواحد متر اللي إذا 100 سنتيم يساوي لنا، والواحد كيلومتر يساوي لنا 1000 متر وإلى آخره. هذه طبعا الوحدات أيضا، هذا الجدول اللي يختصر لك الوحدات أيضا، يعطيك السيستم مالته كيف يمكن أن تكتب هذه الوحدات، وأيضا يعطيك الشكل المقابل اللي كل شيء لكل وحدة، وأيضا يعطيك تفاصيل أو جزيئات كل وحدة من هذه الوحدات. دكتور ما اعرف الصوت ناصي يمي معف انا بس لو كل الطلاب لا الصوت مليح بس انت كتظاهر كنصيت صوت التليفون يمك اي صح ما بي شي صوت الصوت ناصي بعدين تقدر تطمش على الفيديو باليوتيوب ممكن يسمعوا الصوت اللي يعجبه طبعا هذه وحدات ايضا لازم تطلع عليها انا ما راح اخذ فيها كثير المفروض هاي بالفيزياء كنا اخذتها كلها هاي مثلا على سبيل المثال هاي الوحده كثير راح نستخدمها خليته لك هي بين قوسين او ظللت اللي هي الفاون الفوت الفوت ايش يساوي لنا؟ يساوي لنا تقريبا 0.348 متر يعني اذا عندك فوت تحول على المتر ممكن تستخدمه هذا واحد انش يساوي لنا 25.4 انش طبعا هاي الوحدات البقيه ممكن تعرفها يعني خليها جويدك ما تحتاج تطلعها بس هذه لازم تعرفهم هذول الوحدتين تحويل الباوند على النيوتن ايضا هذه الوحده ضروريه انك تعرفها الباوند على النيوتن لازم تعرفها 1 باوند يساوي 4.448 نيوتن بقيه الوحدات ما بالضروره تحفظها يعني من تحتاجها ممكن تطلع عمليه تحويلها من وحده الى اخرى هاي مجموعه امثله مثلا خلينا نقول اذا 1 انش ال 1 انش ايش يساوي لنا 25.4 ملم و 25.4 اذا ضربناها بالسنتيم نقسمها على 10 حتى نطلع 2.54 سنتيمتر هاي المفروض الوحده تعرفوها طبعا اذا كان عندك اتحول 1 ميل الى كيلومتر ايش راح يساوي لنا 1609 متر مثلا هذه المفروض هاي الوحدات تحويلات المفروض تعرفوها والتحويل لازم تعرفوا الـ conventional between the units are very essential التحويل بين الوحدات الأساسية هاي ضرورية جدا من تعرفها لازم avoid escaping the units يعني شنو؟ يعني لازم من تحسب القوة تكتب يما 100 وتخلي كيلو نيوتن الوحدة لا تهملها يعني لا بس تكتب لي الرقم لأنه الرقم يفرق عندك إذا كان كيلو نيوتن إذا كان نيوتن إذا كان باوند إذا كان كيلو يحتاج بعد ما تحسب تطلع واحدة أو تكتب واحدة تكتب قدامها الوحدة المناسبة لها يعني هذه طبعا كلها من الضروري بالامتحانات والواجبات كلها لازم إيش تكتب تكتب الوحدة الصحيحة وأي شيء بدون وحدات راح يعتبر جزء ناقص من الحل قانون نيوتن الأول مثل ما تعرفونه اللي هو كل جسم ساكن ويبقى ساكن في مكانه لحد ما تجي حالة أخرى شيء يغير حالته إلى الحالة الحركية وأي واحد كان متحرك يبقى متحرك لحد ما يجينه شيء آخر يحوله لحركته من الحركة إلى حالة السكون هذه قانون نيوتن الأول قانون نيوتن الثاني اللي هو force equal to mass into time to acceleration يعني إذا ضربنا حتى نحول موجود الفورس نضرب الكتلة بالتعجيل طبعا التعجيل الأرضي إذا عندك إذا من كتلة وزن إذا ضربت بالتعجيل الأرضي التعجيل الأرضي هو 9.81 القانون الثالث اللي هو لكل فعل رفع اللي يساوي المقدار ويعكسه الاتجاه for each action there is an equal and opposite action طبعا مثل هذا تطبيق لقانون نيوتن الأول لو كان عندك كرة ثم هذه الكرة تبقى ساكنة من حالها لحد ما يجي شيء يدفعها سواء كانت رياح قدم لاعب اي شيء كان يحول حالته من حاله تكون الى حاله الحركه. طبعا شوف هسه هذا المثال ايضا ايما راح يكون حركته اسهل حركه هذا اللاعب السومو ام هذا الولد او الطفل الصغير. طبعا حركه اللاعب السومو راح تكون اصعب من حركه الطفل الصغير، ليش؟ لانه كتله اكبر لهذا الشخص بالمقارنه مع الكتله الصغيره لهذا، فالفورس اللي يحتاجه هذا راح يكون اقل بالحركه معروفه بالمناسبه بالمقارنه مع الحركه اللي طلبها رجل السومو.
هذا أيضا مثال آخر إنه الشكل الجسم يبقى في حالة سكون لحد ما، أو إذا كان في حالة حركة يبقى في حالة حركة لحد ما يجي شيء يغير حالته. مثل لو كنت على سوق دراجة راح تبقى متحرك لحد ما إيش يجيك عارض أو عائق معين يوقف الحركة. قال نيوتن الثاني مثل ما حكينا عليه إنه الكتلة بالتعجيل، كتلة بالتعجيل دائما تعجيل يكون نحو الأرض، نحو تعجيل الأرض خاصة يكون إيش نحو الجرافيتي، نحو الأسفل يكون اتجاه الثاني مثلنا. فلو كان عندي واحد كيلوغرام حتى أحوله إلى قوة، هاي الواحد كيلوغرام هي كتلة، حتى أحوله إلى قوة ما سيقول هذا قوة، هذه قوة مقدارها واحد كيلوغرام، ما سيقول هذا الكلام غير صحيح. لازم أقول هذه قوة مقدارها أشقى 9.81 نيوتن، لازم أحوله إلى نيوتن. حتى أحوله إلى نيوتن لازم أعرف تحويل الوحدات، من الواحد كيلوغرام يساوي 9.81 نيوتن. عشان طلعتونه من قانون الكتلة بالتعجيل، فعندي كتلة واحد ضربتها في التعجيل 9.81 حول لي إياها إلى إيش؟ إلى فورس. فممكن أتعامل مع هذا الفورس وليس مع هذا الوزن. طبعا أيضا إذا كان عندي مثال آخر، إذا كان عندي بال FPS يونت اللي هي الوحدات الأمريكية، أيضا هذا مثال. يعني طريقة الإيش التحويل بين وحدة الـ SI والـ FPS لازم أيضا تعرف. طبعا التطبيقات على قانون نيوتن الثاني كثيرة، خلينا نقول واحدة من هاي التطبيقات اللي هي مثلا خلينا نقول البوليتس اللي هو طلقة السلاح. طلقة هذا السلاح شوف الكتلة مالتها حيل صغيرة، هاي الكتلة اللي هي الرصاصة هذه اللي تطلع من الطلقة حيل تكون صغيرة، بس اي شيء راح تكون راح تطلع بتعجيل عالي جدا، التعجيل مالته عالي جدا. شوف هاي صح الكتله قليله الماس قليل، بس التعجيل ايش بيه؟ التعجيل اللي راح ينطلق بيه تعجيل خرافي برقم كبير. فايش راح يولد لك؟ راح يولد لك فورس بالمحصله، فورس كبير او قوه كبيره. هاي القوه راح تدخل تخترق الجسم ويدخل الى الجسد او البادي او الاوبجكت اللي امامه. هاي وحده من التطبيقات. ايضا وحده من تطبيقات القانون النيوتن الثاني اللي هو الهزات الارضيه والزلازل. شوف الهزه الارضيه ايش تصير؟ عندك تعجيل ارضي، ما يجيك قوه اثناء الهزه الارضيه، يجي تعجيل ارضي. هذا التعجيل الارضي راح ينضرب في ايش؟ في الماس الموجود في كل طابق. بما انه تعجيل ارضي افقي تشوف ايش راح يولد، راح يولد قوه افقيه على البنايه، تشوف البنايه تتراقص يمين ويسار اثناء الهزه الارضيه، وبعدين احتمال ايش يصير بها؟ هذه المفاصل الموجوده في الابنيه تنهار، وبعدين تنهار البنايه مثل ما تشوف. القانون الثالث لقانون نيوتن اللي هو لكل فعل رد فعل يساوي في المقدار العكسي. شوف هسه لو عندي لو دست اصبعتي على الحائط معناته اكو شيء من الحائط راح يكون عكس هذا اللي هو راح يساويني. لهذا المرات تشوفون اذا خاصه هذا اذا كان ريجيد بودي، اذا كان ما ريجيد بودي كان فلكسبل بودي او ديفورم بودي، يعني نقول لو كان اكل حائط مصنوع من ورق او من فلين او من فوم ودوس اصبعتك ايش تصير فيها؟ اصبعتك راح تكون نحو الجدار. هذا ما ريجيد بودي، بس نحن اللي عم نتعامل معه حاليا هو ريجيد بودي، انه اذا دست ايدك على الحائط راح يتولد داخل الجدار قوة مساوية لهذه القوة وعكس الاتجاه، حيث محصلتها ما حتكون ايش؟ صفر. محصلة القوة المسلطة مع قوة مع رد الفعل. لو افترضنا انه عندي كتاب على هذا الطاولة مثل ما تشوفون قدامك، وافترضنا انه هذا الطاولة ريجيد بودي، يعني ما راح يصير فيها اي تشوهات في هذه الطاولة، معناته القوة اللي مسلطة من هذا الكتاب راح تتوزع على ساقين من هذه السيخان من هذه الطاولة. طبعا قوته اشغل راح تكون بالقوه، راح تكون وزن هذا الكتاب زائد وزن الطاوله على اربعه. طبعا ليش اربعه؟ لانه اكو
ساقين بالامام وكل ساقين بالخلف، انا ما عاد اشوفه بس السكشن ما يطلع يشوف لي، هم اثنين بس هو بالحقيقه اربعه. نفس الكلام لو كان عندي شخص يقص على الطاوله راح يكون وزنه زائد وزن الطاوله تقسيم اربعه، رد الفعل في كل قدم من او في كل ساق تحت كل ساق من سيقان هذه الطاوله. ناخذ ريفيو اللي هو على قانون نيوتن الاول، طبعا نحن كنا حكينا عنه كثير ما يفهم، اللي هو بكل يبقى في حالة سكون لحد ما يجي أو شيء يغير حالة السكون إلى حالة حالة أخرى، والمتحرك يبقى في متحرك لحد ما يجي شيء آخر يغير حالة المتحركة إلى حالة أخرى. قانون الثاني اللي هو راح يكون الكتلة في التعجيل، هذه لازم حتى تحول الأوزان إلى قوى. قانون نيوتن الثالث اللي هو لكل فعل رد فعل يساوي المقدار اللي عكس الاتجاه، والإيجاب action there is an equal and opposite reaction. أيضا ال value الوحد الرقم اللي عطلعه أنت واليونت الوحدة اللي عتستخدمها أنت أو imagination تخيلك عليها، لازم يكون عندك إيش حس بهذا الرقم اللي يطلع عندك، لازم يكون هذا الرقم منطقي قريب للواقع. خلينا نقول مثلا لو طلعت عندك 98.07 كيلو غرام شخص وزنه، هذا الشخص لو افترضنا انه وزنه 98.07 كيلو غرام، معناته ايش؟ معناته هذا الشخص اي صلط له قوة مقدارها كم؟ اي صلط له قوة مقدارها، اي صلط له قوة مقدارها 1 كيلو نيوتن، لانه تعجيل الأرض إيش يساوي لنا؟ إذا ضربنا هذا بالتعجيل الأرضي وزن في التعجيل الأرضي راح يطلع لنا 1 كيلو نيوتن. طبعا أيضا proper aspect ratio، يعني إيش من ترسم مقاييس لازم تكون مقاييس مضبوطة، يعني من تكتب مثلا 1 متر خلي واحد مثلا هذا قطره 600 مليم يكون 600 مليم، إذا ترسم فقط شيء آخر خلينا نقول إذا، وإذا عندي دائرة أخرى هالشكل، إيش خد توقعون هذا يكون؟ يصير هذا يصير 40 مليم، يعني ما يصير هذا أرسمه أيضا 40 مليم، وأنا اللي قدامك رسمته فقط شيء قد هذا، قولوا 600 مليم، ليش؟ لازم 40 مليم إيش خد يكون؟ قد شيء أصغر من هذا، كثير أو أقل من كثير، حتى أقل عنه. فالرسم لازم أيضا يكون منطقي ومقبول مع ايش الفرضية اللي انت عتعملها. وايضا الزوايا، لازم انت من ترسم زاوية معينة لازم زاوية تكون مقبولة، يعني اكتب ايش في الزاوية، هاي الزاوية ايش قد توقعون؟ 45 درجة، يعني هاي الزاوية مستحيل تكون ايش قد 15 درجة، يعني زاوية 15 درجة فقط شيء يكون هالشكل ايها الفرق، هذا 30 انجوز هم اكثر 15 فقط شيء اقل، يعني مستحيل هاي الزاوية 15، لازم حتى الزاوية اللي يكون ارسمها تكون منطقية متناسقة مع الشيء معين. تجيب الحل فك شيء مهم جدا. طبعا كل الحلول كم ما تزيد عن سطر أو سطرين، يعني ما راح تكون صعبة جدا. مجرد بس ترتب الحل وتخلي المعادلة بشكل صحيح. أيضا استخدام الحاسبة شيء أساسي وضروري. استخدم الحاسبة الكالكوليتر وليس الموبايل. حكيت لكم ليش؟ لأنه الحاسبة ممكن إنك تصير عليها محترف. وممكن انت تستخدمها وقت الامتحان، بينما التليفون ممكن انت تستخدمه وقت المحاضره بس وقت الامتحان انت ايش بها راح تنحرم منه، بينما انت راح تكون متمرس على الايش على الموبايل. ولهذا هذا لازم ايش نعمل له، ما نستخدم اي ابد بالحسابات، نستخدم الكالكوليتر. الراوند اوف الوحدات ايضا لازم تحويله، ما يحتاج تكتب ارقام كثيره، يعني من يطلع لك 0.67 قبل اكتبها 0.67 ما يحتاج اكتبها 0.666 4 5 8 هذا الديجيت ماكو داعي، شوف من يطلع لك 8 انزل 8 مباشرة، ما يحتاج اكتب ارقام كثيرة او راوند اوف كثيرة. شوف هسه مثلا لو ضربت هذا الرقم ايضا في هذا الرقم 4.23 في 12.3 يطلع لي ايش قد؟ يطلع لي في رقم حيل طويل، بس انا اخذ ايش 52.11 يكفي، ما يحتاج اخذ هوني 6 7 8 9 ما يحتاج، وخلي الوحده مالتها ايضا كيلو غرام كيلو نيوتن متر ايش كانت الوحده، خليها الوحده فضروري الوحده. لو كان عندك من 1 الى 99 الناتج
الناتج هذا مثل هذا الاستفسار. إذا كان الناتج من 1 إلى 99 يكفي تحط فاصلتين مرتبتين بعد الفارس. طيب لو كان عندي من ألف الناتج من 100 إلى 99 ففاصلة واحدة تكفي بعد المفصل. يعني هذه لو استضربناها بالحاسب 14.27 ضربتها في 62 راح تشوف ما يطلع لك هذا الرقم، يطلع لك معانه 4, 5, 6, 7, 8، بس أنت تأخذ فقط مرتبة واحدة بعد الفارس. ليش؟ لأنه رقم كبير ما يحتاج تأخذ لك fractures كثير. بس هون الفراكتشر مثلا خلينا نقول فراكتشر جدا مهم، اذا كان بين 0.1 الى 0.01 الفراكتشر مهم هون. يعني تضرب هذا الرقم في هذا الرقم لازم ما تاخذ 2 ديجيت، لا تاخذ 3 ديجيت او 4 ديجيت، يكون رقم مهم جدا. طيب ايضا لو كان عندي الوحدات اذا تضرب ايش ممكن تختصرها، ما تكتبها بارقام كبيره بالملايين مثلا او بالالافات، ممكن تكتبها باس اكس باور، يعني 7.82 في 10^3 الوحدة هذه حتى أقص. وأيضا لو كان عندي هذا في 10^3 ممكن استخدمه سواء كان فوزيتيف أو نيجاتيف. رو تشابتر 1 بالكتاب يا شباب موجود عندكم. عندكم أسئلة يا شباب؟ طيب يعني ما أريد ناخذ أكثر من هذا. هاي المحاضرة زملائكم اللي ما حضروها ممكن يشوفوتهم على اليوتيوب، راح انزل الكميه في اليوتيوب، ممكن ياخذها من اليوتيوب يقمش عليها حتى يسجل. بس اللي ما حضر راح يكون فقط